اي حته او في اي حاجه، اللي بيكتب الكلام ده عمره ما دخل النادي الاهلي، او بقاله فتره طويله جدا ما دخلش النادي الاهلي. لان احنا عارفين مين اللي بيروح ومين اللي بيبقى متواجد ومين اللي بيبقى بيقول ومين اللي بيبقى، لكن دول ممكن لو قالوا حاجه نصدق، لان هو قاعد وموجود جوه النادي من الصبح بالليل. لكن حضرتك اللي كتبوا الكلام ده حضرتك مش عارف حاجه، حضرتك بتقول اي كلام. هو لو كابتن محسن صالح قعد مع فايلر، ايه العيب في ان هو يقعد مع فايلر اساسا؟ ما خلينا نتكلم بالمنطق بالراحه، هو ايه المشكله لما الكابتن محسن صالح يقعد مع فايلر؟ بس ده لو حقيقي، لو حصل هيطلع بيان رسمي، بيان رسمي من مجله النادي، في مجله النادي الاهلي او في المركز الاعلامي او في القناه. هنخبي ليه؟ الموضوع مش مستاهل كل ده. اصل لو حضرتك قعدت فكرت، لو حضرتك، وانا عارف ان الاهلاويه بيعرفوا يفكروا كويس، لو حضرتك فكرت حاجه بسيطه جدا، هو لو ده حصل مش هيتم اعلانه ليه؟ ايه اللي هيخلينا يعني، ايه اللي هيخلي النادي او اداره الكوره ما تعلنش الموضوع؟ هو اتخانقوا برضه؟ هتقولوا لي اتخانقوا زي سيد عبد الحفيظ وفايلر؟ مش هم دول اللي اتقال عليهم اتخانقوا ومسكوا في بعض، وده جاب لي واحد مش عارف ايه، والكلام اللي حصل خلال الشهر اللي فات ده؟ حضراتكم شفتوا الاحترام اللي بيتكلم بيه الكابتن محسن، حضراتكم شفتوا الادب والاخلاق، والكل اثنى على 5 ساعات ونص مع الكابتن محسن صالح يوم السبت والحد. وبعدين هو كان عنده كلام تاني يقوله، الحقيقه ما كانش عنده، قال كل ما يخص الموضوع. كابتن محسن صالح انا بدعي ان هو واحد من اقرب الناس ليا، عمره وهو كان عنده اجتماع في النادي في لجنه التخطيط يوميها او قبلها بيوم مش فاكر يعني، هل الكابتن محسن صالح يجي يقعد مثلا ويحكي يعني حصل؟ ما بيحصلش الكلام ده يا جماعه عندنا، عمرها ما بتحصل. الكلام ده دي كلام اسرار، كل واحد عارف دوره في النادي. انا ما ينفعش اروح اقول له يا كابتن محسن في كذا الا لو في بيان، عارف؟ حتى لو قال لي مش هينفع اقوله لان في بيان رسمي بيطلع. فحاجه غريبه جدا الكلام ده، كلام غريب جدا، وكلام لقيت مصر كلها بتكلمني. هو الكابتن محسن صالح احنا اتفرجنا على الحلقه ما قالش معاك كده خالص. قلت لهم ليه يا جماعه، هو حصل ايه؟ قالوا لي اصل هو بيقولوا ان هو قعد مع فايلر وحدده او مش حدده، كابتن محسن صالح اتفق مع فايلر على بعض اللاعبين هتمشي وبعض اللاعبين هتقعد او هتيجي من بره. هو عدى كام ماتش من الدوري؟ حد يقول لي كده، عدى كام ماتش من الدوري يا جماعه؟ ثلاثة. النادي الاهلي لعب 3 مباريات. لحق بقى ريني فايلر يعرف ايه اللي ناقص وايه اللي موجود وايه اللي مش موجود؟ وبعدين هل حضراتكم كجمهور النادي الاهلي شايفين النادي الاهلي ناقصه حاجه حاليا على الاقل؟ ممكن الاسبوع الجاي يبقى فيه مدرب يختار، هو فايلر هو اللي يختار. فكلام غريب جدا بيتقال، وكلام الغرض منه ان هو هدم استقرار النادي الاهلي. بيقول لك اصل لجنه التخطيط لاحظت عجز في مركز، اي مركز في المراكز، عشان ما يتقالش ان اي مركز في المراكز. هو لجنه التخطيط لحقت تقعد مع بعض؟ هي مش دي لجنه التخطيط اللي جابت المدرب اللي كل الناس بتتكلم عنه دلوقتي؟ هو ايه الموضوع يا جماعه؟ هو ليه الموضوع بيبقى دايما اي حاجه حط يا جماعه عنوان وفي اسم النادي الاهلي؟ رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بيقول إن كذا 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 كذا. صدقوني يا جماعة، وأنا بتكلم معاكم بمنتهى الأمانة، بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الأمانة، لو في حاجة زي دي حصلت هنطلع نقول لحضراتكم يا جماعة كابتن محسن أو لجنة التخطيط قعدت مع فايلر واتفقوا على إن هم يجيبوا لاعبين، لأن دي مش حاجة مش هتستخبى يعني. تستخبى ليه؟ ولكن ما حصلش اساسا ان الكابتن محسن صالح او لجنه التخطيط قعدت مع فايلر حتى الان، حتى هذه اللحظه اللي انا بكلمكم فيها ما حصلش. وهو مستر فايلر او لم يحدد حتى الان هو عايز ايه ولا مش عايز ايه، ولا عايز يقعد مين، ولا ما شافش يعني. الراجل بيكمل لسه، لعب 3 ماتشات فبيكمل الدنيا، يشوف الدنيا فيها ايه. ما شافش اسلام النهارده، او شافه النهارده في ماتش ما كانش كويس، فعايز يلعبه ماتش تاني عشان يشوفه كويس ولا مش كويس، وهكذا.
هذه هي كرة القدم بالمناسبة. ممكن كل يوم تلاقي رأي مختلف ورأي جديد. وطلع مجموعة من الناشئين هو خلال الفترة اللي فاتت، لأن كل عندنا 19 لعيب مع المنتخبات الوطنية المختلفة سواء جوه مصر أو بره مصر. فطلع مجموعة من الناشئين، مش ممكن مثلا هو في دماغه إن أي مركز من المراكز لقى واحد من الناشئين طالع، بدل ما يجيب لعيب يحط واحد من الناشئين؟ وهي دي من المفترض ان هو هيحصل خلال الفتره اللي جايه، او من المفترض ان تكون هذه هي الخطه المستقبليه خلال الفترات القادمه. مش هو ده اللي بيحصل وهو ده الكلام اللي بيتقال؟ فحاجات غريبه جدا بتحصل، ودائما ما بيكون الغرض هو شيء واحد فقط، حط اسم النادي الاهلي في اي عنوان على السوشيال ميديا وارمي، هتلاقي مصر كلها بتشوف الكلام ايه. لما تقول لك لجنه التخطيط رئيس لجنة التخطيط عمل كذا في النادي الأهلي عمل كذا وكذا، طب اكتب رئيس لجنة التخطيط في نادي اكس، هل حد هيبص على العنوان ده اذا كان في لجنة تخطيط؟ يعني حد هيبص على العنوان؟ محدش هيبص على العنوان. كابتن محسن صالح معانا هنا، اتكلم عن دور لجنة التخطيط. الحتة جاهزة يا جماعة؟ الموضوع جاهز ولا لسه؟ حالا ده كمان قد ايه بس حد يقول لي. طيب ف هنلاقي في اشاعات كثيره خلال الفتره القادمه، وكالعاده انا دوري زي ما قلت لحضراتكم، دوري ان انا اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل. وصدقوني يا جماعه لو في اي حاجه بتحصل في الموضوع ده عمرنا ما هنخجل، بالعكس هنبقى مبسوطين ان احنا طالعين نقول لحضراتكم ان رئيس لجنه التخطيط قاعد مع فايلر. في 17 نادي غير النادي الاهلي في الدوري العام. بس هو انا عارف ان النادي الاهلي لما دايما لما بيتحط في اي، اكتب بوست كده في اي حاجه وحط فيه اسم النادي الاهلي، الناس كلها هتخش تتفرج عليه وتشوف ايه اللي مكتوب. لكن اذا كان حضراتكم عايزين مشاكل فهي موجوده وظاهره زي الشمس، زي الشمس ظاهره في انديه اخرى، ولكن انتوا ليه بتغمضوا عينكم عنها؟ او البعض بيغمض عينه عنها ليه؟ لانه مش هتجيب ترافيك، محدش هيبص عليها. فموضوع غريب الحقيقه. طيب خلينا نطلع نشوف كابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط داخل النادي الاهلي في 5 ساعات ونصف يوم السبت والحد اللي فات.